والله نحن هلا بالوقت الحالي انه عم نبذل اقصى ما عندنا يعني مشان نأمن خبز المواطنين. يعني عم نشتغل تقريبا شيء 24 ساعة بس كرمال انه نأمن الخبز للمواطنين. كل عام تخير والعمال جميعا. والله انا بحكيك يا عامل بتمنى الامن والسلام والامان يعود لهالبلد. كل عام والعمال والوطن بألف خير وقائد الوطن بألف خير، وان شاء الله سوريا ستعاد بهذه الأيدي العاملة إن شاء الله بالصحة والسلامة لسوريا والأهل سوريا وقائد سوريا. الطبقة العاملة كان لها دور كبير بصمود شعبنا وبصمود، كانوا الرديف لقواتنا المسلحة بمواجهة الإرهاب اللي تعرض له بلدنا، وكل طبقتنا العاملة كان لها دور كبير في هذه الانتصارات. نحيي كل العمال وكل العاملين الشرفاء، ونحيي جيشنا العربي السوري الصامد ضد العصابات الإرهابية.